حاسه ان بيستجوبونا قوي. خلاص انا اسف. سلام عليكم. احب اهرش كده عادي. تقوم تجيب حاجه ليه؟ تقوم تجيب حاجه. ازيكم متابعين تلفزيون اليوم السابع؟ ازيك عامل ايه؟ جايبين لكم مفاجأة. مفاجأة. هموتني. احلام. احلام انا بدور عليكي من الصبح يا احلام. الله يخليكي. احلام النهارده انا صحيت من النوم لقيتك ترند. والله العظيم احنا عادي. احنا اتفاجئنا الصراحة. انت متفاجئ معانا؟ كاتبها احمد العجمي. ايوه ده مايك. يعني ديزاينر. مهندس ومصمم ازياء. مصمم ازياء ومهندس وحاجة يعني اخر جمال. انا اكتر دي بيلا. ده صوت بيلا. معلش معلش نحبه مع بعض. نحبه. تمام. احلام بقى عايزاكي ايه احكي لي بقى كده القصه عشان في ناس بتقول ايه بتقول ان احمد خطيب كان خطيب صاحبتك اسمها غريب كده. سيك من اسمها. هو مش خطيب صاحبه. مش خطيب حد. ماشي. هو احمد العجمي بس. كنت بشتغل مع حد شركه في شغل واعلانات وفلوس وكده وانفصلنا بس. ده كل حكاية. فهو بقى كان خاطب ربنا يوفقه وفركش معرفش بصراحة بس. واتخطبت عادي سبحان الله. لا واللقطة الاقوى من كده ان هما بيقولوا كمان انت تقريبا كنت مخطوبة. انا اتقرى فتحتي في يوم وفي نفس اليوم فركشت وهو عارف الموضوع مش سر. عارف ولا ايه؟ وهو عارف وقال لي ان انت فسختي فانا عايزة اتقدم وانا وافقت والحمد لله تمت بنجاح. لا اصل الناس بتقول ان انت مفاجأة. هو مش مفاجأة. احنا فضلنا بس يعني عاملين الموضوع لحد ما الدنيا بدأنا يعني تتم شوية. بقعد اقول قراية فاتحة بس المرة دي كانت خطوبة. الموضوع مش سر يعني خالص. هو الموضوع احنا يعني فضلنا محاوطين عليه كده لحد ما احنا اللي نعلن عنه. بس حياتنا الشخصية مالهاش علاقة بالناس اللي هي احنا ننزلها في اي وقت. هي عشان احلام يعني شوية شخصية عامة فالناس بتبقى متابعاها يعني. بس برضو الناس هي شخصية البنات. عامة او مش شخصية عامة. الناس مالهاش علاقة ان هي تظهر في يعني هي تعلن وقت ما هي ما عايزة بس. لا هو اللقطة ان الناس بتقول يعني انت ملحقتيش تعملي موفان. لا الموفان ده بنعمله في ربع ساعة ومش مستاهلة تضايقي نفسك طالما في عريس قمر وزي الفل نرفضه ليه؟ مش مستاهلة حبيبة قلبي اللي يتقدم كويس ومحترم. ازيك يا حمد عامل ايه؟ تقبلي بسرعة لانه ممكن يروح يتجوز واحدة تانية. فاحنا نلحق قبل ما غيرنا يلحقه. انت برج ايه؟ الكلب. هما بيموفوا بسرعة. فرفش معايا كده. برج الثور بيموفوا في ربع ساعة عادي. وبينسى وبيبدا تاني عادي ومفيش حاجة ونبدا عمر جديد وكده وننسى كل اللي فات ونبني من الأول. أكيد طبعا. حلو كده؟ حلو والله أكتر. جماعة أحمد مش بيحب خالص النت والكلام ده. أنا فاجأتني حاجة بقى يعني قولي. هما الناس كلها كاتبين إن البنت دي صاحبتك يعني أنا اتفاجئت. البنت دي أنت بتقولي في بينك وبينها مشكلة أصلا. البنت دي كانت استني انا بنسى هي هم هيفهموا ان انا بس انا بنسى فانا هحكي بالترتيب. انا كنت شريكة ولد في شغل مدة 3 سنين على النت وده مش سر خالص. وبعدين الولد ده عرفني على بنت ان هو عايز يخطبها فتعرفنا عادي. وانا من النوع اللي بصاحب يعني الفستان ده انا ممكن اصاحبه عادي ممكن اصاحب الترابيزة دي عادي. فصاحبتها ودخلتها بيتي وبعدين يعني اختلفنا وما بقيناش صحاب وبعدت عنهم وهم مخطوبين. وبعد كده عرفت بعد كده من ناس غريبة ان هم فركشوا بس. ده كل الموضوع. طيب انا كان عندي بقى يعني استفسار تاني. يلا قول هوبي. انا اول ما شفتك خالص من سنين كتير كان في حد بتطلعي معاه فيديوهات. ما هو ده شريكي. بس يعني كان هو الواضح ان اللي عمل لبس ان اغلب الفيديوهات كانت على انكم مخطوبين مرتبطين. ايوه انا كنت بقدم المحتوى ده ومش معايا بس في ولد تاني اسمر اسمه عبد الله متجوز طلع مع اخوها. الناس بتفتكر ان هم مخطوبين. ايوه في كومنت عند زياده اخويا انتوا هتتخطبوا امتى؟ فصباح الفل انا هتخطب لاخويا ابن امي ابويا. ف طبعا اشاعات كتير. احلام انت عندك كام سنه؟ انا عندي كام سنه؟ ده امتحان. انا عندي كام سنه؟ 26. اكبر بسنه. 26 27. العمر كله يا احلام. الله يسعد قلبك. فككم الاشاعات وصلوا على النبي. الدنيا بسيطه. موف اون في دقيقه في نفس الدقيقه. فركشي موف اون. وراح مش عارفه ايه يجي مش عارفه ايه. لا راح انسان يجي انسان احسن منه. في مجال وهو في مجال تاني خالص. عرفتوا بعض ازاي؟ بصي هي كنت لبستها فستان قبل كده وبس فعجبت بيها وخلاص. لبسني فستان بيج. الله يخليك. بس احلى بقى فستان عند احمد العجمي. كل اللي فات مش فاكره. فستان خطوبتك كان من عنده؟ هو عامل لي تو دريس وجامب سوت
في ساعة يعني، حرفيا انا قاعدة جنبه ساعة، كان خلص الرسمة وبقى باترون وقصه، هو اصلا يعني مش زي مبطة عشان كده. خاطر انت بتحبها ولا ده الطبيعي بتاعك؟ لا عشان بحبها. ساعة ساعة جاب القماش طق قص مش عارفة ايه. أم بطة جارتي هبقى احكي لك بعد اللايف بقى، جامدة حط القماش كده بس. طيب كان في برضه ليكي فيديو بتتكلمي ان الناس بيقول لك انت تخنتي وحلويتي، انا مش عارفه ارفع، يقولوا لي اتخني، هتخني يقولوا ارفعي، انا اخدت فاتح شاي وتخنت وخلاص يعني، انا هتجوز فمش عارفه بقى ايه اللي هيحصل، ادولي بقى عشان تكمل. طيب يعني كان في بقى يعني اسئله كتير دايره على الجروبات الله يخرب بيت بتاعت الجروبات يا ناس، يا صفحات فاضيه يا الجروب. عالم يا فاضيه، تعالوا البسوا فساتين من عند احمد العجمي وانتوا تبقوا مشغولين. قوليلي يعني عايزه بقى يعني ايه، هنسال اغلب الاسئله يلا اللي هو يلا، الناس اللي بتقول خطيب صاحبتك، طبعا احنا ردينا. اقسم بالله ما خطيب صاحبتي ولا يعرف صح ولا ما. انت ولا تعرف حد؟ اعرفه. هو ما يعرفش غير معاها صاحبتي وقال صاحبتي بس. ناس تانية بتقولك يعني ازاي عملتي موف اون، طبعا انتي برضه بسرعة عملتيه. بسرعة، ما تفكريش بسرعة من غير ما تكملي السؤال، موف اون بسرعة. طالما في والله بجد في عريس كويس ومحترم، ازيك يا احمد، ازيك يا عريس، عامل ايه؟ اللي بعده. طيب في بنات تانية يعني كان رد فعلهم شوية أسخف من كده، بيقولك احنا يعني من كتر اللي انتي بتعمليه وانتي مش عارفة ايه، فاحنا كنا بنحبك وما بقيناش بنحبك. انا عايزاكي تردي عليهم. لا انا اللي ارد، ايه اللي هي بتعمله؟ لا معلش اللي بقى هو انا يعني انا جيب ات عشان افهم سؤالك بس. كده عشان ما تحطي ايدك عليه. لا اللي هو يعني في ناس اصلا يعني قصة، في ناس كتير قوي فاكرين ان انت كنت خطيب صاحبتك، او ان هي بعد ما خطيب صح يعني اللي هو الولد ده انا ما اعرفش هو اسمه ايه، اللي هو فركش مع البنت، انت اتصورتي معاه بعدين. ايوه احنا جينا نشتغل تاني وبعدين ما ينفعش بس. فالناس فكروا ان هم ارتبطوا، ايوه بس هم هي الناس دي، بتفتكر طول الوقت ان معلش انا هي دي مرتبط. شريكة معاه، كانت شريكته ايه والشراكة ما تمتش يعني خلاص انفصلوا، ايه ايه جو الخطوبة بقى في كده؟ هم عشان احنا كنا بنعمل فيديوز مرتبطين، فالناس مقتنعة ان الفيديوز دي حقيقية. وبعدين الناس، معلش الناس اللي بتتكلم وبتقول ان هم بقوا مش بيحبوها او الحاجات دي بتاعت ربنا، الفكرة نفسها ان اي واحدة بترتبط ماشي ومحصلش نصيب، حصل بقى في ساعة، حصل في ساعتين، حصل في سنة، هو كده كده النصيب اللي بعد كده بيجي، الناس ملهاش علاقة بحاجة زي كده خالص. بس انتوا عكس بعض خالص يعني، هي سوشيال ميديا ويعني لا ما انا سوشيال وفاني ميديا بس، قوي انا بتارجت ناسي، انا سوشيال ميديا انا الحمد لله معروف على انا بقى بتارجت انا ناسي. بتارجت ناسي، بس هي الفكرة نفسها ملهاش علاقة خالص احنا هو هادي وهو احمد تاني كده وشخصية، فين كولانيل والله يا العظيم شخصية جدا، وانا تحس ان خدت انا بالي من ساعة ما دخلت ايوه هو لا والله ايه. خالص، بس انا ما احبش يعني، انا اعرف ان انتوا ازاي الناس عرفتوا تجمعوا الميكس ده؟ يعني هي فاني قوي وطول الوقت يعني ما بتهزر تطلعينيش وكده. وحش قدام الناس لا بعد لا اذنك. هو لانك هو فاني وكل حاجه، بس مش قدام الكاميرا، هو مش بيحب الكاميرا. انا كنت بعمل من بره الكاميرا من لا ما شويه، انت عشان اول مره شفتي اشوفك يا برضه، انا ما اعرفوش هو كل صح. واحد اول مره يشوفها غلط بتهزر. غلط لا لا ده قمر مش هادي، ربنا الله يوفقك يخليكي ويبارك. وطبعا يكرمك. عايزاكي تكلمينا بقى اكتر عن احلام. احلام انت عامله قلق يا احلام، يعني في ناس كتير قوي بتحبك يا احلام برضه. احمد بيقول لي قولي لهم اني تحضري ماجستير، لا بعمل قولي لهم حاجه، بعمل حاجات تانية يعني، انا عندي 27 سنه بعمل فيديوز، ده بشكل بعمل ماركتنج لشركات كبيره جدا شغاله معاهم يعني، مش بس بعمل ماركتنج، وبعمل دبلوم خاص تاهيلي ماجستير تمهيدي ولا مع، المهم ان هو دبلوم خاص في الكليه رياض اطفال انجلش طبعا للماجستير بالعربي في اولى، وبعمل ايه تاني في حياتي، وعندي بروجكت كده صغير وايه تاني بس، وهشتغل ماركتيرة لاحمد العجمي، اتي لي احمد العجمي، انا قررت عينت نفسي. طيب انا عندي سؤال تاني بقى، يعني هو السؤال ده مش بتاعي انا، يعني ماشي هو السؤال ده بيعمل لنا احنا شخصيا كناس شغالين في السوشيال ميديا مشكلة، اللي هو عايز اصور مع حد لا انتوا بتاخدوا فلوس من الفيديوهات دي او من الفيوز، فهل الكلام ده صح؟ باخد فلوس؟ قولي لي منين وانا اقول لك باخد فلوس منين، من ايه معلش ما ركزتش، من ايه؟ من انا اديتك فلوس الفيوز بتاعت الفيديوهات من اللي على الفيوز بتاع الفيديوهات؟ بتاعت الفيسبوك. لا 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 انا باخدش 5 جنيه فكه، هو باخد اصلا الفيديو ما بيجيبش بتاع غير اليوتيوب وهي لا ما الفيسبوك بتعملش فيها. بيقبض، احنا مش لا على عارفين والله، الفيسبوك. لا احنا اول مره نعرف. لا انا صفحتي فيها مشكله بس ما بقبضش، عمري ما قبضت من عليها 5 جنيه حتى، بس لو فيها اقول لكم عادي، انا بقول بعترف. بيكون بقى التارجت ان تخشي في اعلانات اه او اه حاجه الادس كده. هي اللي بيجي فلوس طبعا، الادس بارقام عاليه جدا، انا عندي بطاقه ضريبيه فمش خايفه بصراحة.
وعندي رقم ضريبي فمش خايف ده بجد. طيب تمام. عايزاكي بقى تكلميني عن اللي جاي. يعني انت ما شاء الله ناجحه جدا كشخصيه، صناعه محتوى على الفيسبوك، وليكي جمهور عظيم يعني ما شاء الله. الله يسعد قلبك. معديه 1.5 مليون. لا 2,800,000. مش مذاكره بقى تقولي؟ انا بتكلم على فيسبوك. ما هي فيسبوك فعلا. ايوه ما شاء الله. تهزري؟ عامله بلوك دي ولا ايه؟ ماشي. طيب كلميني بقى عن الستيب اللي جايه في حياتك. والله احنا هنتجوز بقى. جواز ستاب، جواز على طول وعدي. بس من ولا لسه في وقت العريس يعني؟ دي ان شاء الله يعني هيبقى قريب يعني، بس مش يعني قريب، في خلال باذن الله. هموت من الضحك بجد. حاسه ان شخصيه تافهه، مش تافهه، انا شخصيه مهمه. ازاي اقول كده عليهم السابع؟ ما ينفعش. بس على فكره شفت انترفيوز كتير اليوم مثلا قبل ما يجي، قبل ما انت تيجي، لقيت عادي الناس بتعمل بطبيعتها. ايوه طبعا. هو انا طباخه يا؟ لا انا عارفه ان طالع عميل. لا بجد لقيت الناس تطلع بطبيعتها، فدي طبيعتي يعني انا كده. احنا متشكرين ليكي جدا. ربنا يخليك، نورتي الدنيا. نورتينا في تلفزيون اليوم السابع، وطبعا ناس كتير جدا بتحبك، ويعني طبعا المنتقدين انا ربنا يعينهم. ربنا يعينكم ويوفقكم ويشغلكم بحياتكم. ايه بصراحه ايه بناتهم مصرهم؟ لا لا مش كده. لا ربنا يعينكم ويوفقكم في حياتكم. انت انا بصراحه ما عنديش دقيقه اركز في حياه حد يعني، فانت لو عندك دقيقه اعملي حاجه مفيده، تعالي معانا الكليه مثلا، تشوفي الدبلوم الخاص بيقول ايه، ودكتوره وفاء وعبيد، ده حوار. بس ربنا يوفقك طبعا يا احلام. يعني انت شخصيه زي الفل، والف تسلم. مبروك على الخطوبه. الله يسعد قلبك. شكرا لحسن متابعتكم، متابعين تلفزيون اليوم السابع. كنت معاكم هديل البنا. تابعونا دايما لمعرفه كل ما هو جديد والترند دايما عندنا. بشكركم تاني على حسن المتابعه، والى اللقاء.